قال المؤلف رحمه الله: صفة نية التيمم أن يقول نويت بهذا التيمم استباحة صلاة الظهر مثلا من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، وإن كان عن جرح يقول نويت التيمم عن غسل العضو الجريح. نعم، هذا المشهور في المذهب، وهناك القول الثاني في المذهب وهو أيضا المنصوص به عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجهر بالنية، لا يجهر بالنية، لا يقول نويت لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم، ما يقول نويت أن أرفع الحدث في هذا التيمم. نعم.